اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي وضيفكم النهارده نجم الاهلي السابق ومدير اكاديميات النادي الاهلي الكابتن عبد المنعم شطه. منورنا يا كابتن شطه. اهلا اهلا يا كابتن اسامه، ايه الاخبار؟ الحمد لله، والله الحمد لله. عندك متابعين في كل انحاء العالم العربي. انا كنت في الامارات بيسالوا على البرنامج بتاعك ده، كل مره يقولوا لي البرنامج ده بيغطي نشاطات النادي الاهلي المختلفه في الناشئين وفي قطاع الناشئين وفي الاكاديميات. فدلوقتي انا كلموني من الامارات قالوا لي احنا مستنيين البرنامج، فين يا كابتن شطه الاكاديميات بتاعت الامارات والنادي الاهلي؟ فان شاء الله دلوقتي هم هيكونوا موجودين وشايفيننا كلهم. تمام، وهنتكلم عن الامارات دلوقتي، وما شاء الله كابتن عبد المنعم شطه عامل شغل يعني اكثر من رائع في الامارات، وهنتكلم دلوقتي باستفاضه عن اكاديميات النادي الاهلي في الامارات. طمنا في البدايه كابتن شطه عن العمل داخل اكاديميات النادي الاهلي. شوف يا كابتن اسامه، حاجه مهمه جدا، الاكاديميات دي من اهم حاجه للانديه الكبيره زي الانديه الاهلي والانديه الكبيره في العالم كله، انك تكون عندك قاعده عريضه جدا من اللاعبين، تستطيع انك من خلالها توفر للنادي الاهلي كم كبير جدا من اللاعبين في مختلف الاعمار السنيه. فاكاديميه النادي الاهلي حقيقه انا مش عايز اذكر ارقام عشان بس النادي الاهلي عنده اكثر من 10,000 لاعب الان في كل الاكاديميات. يعني ده عدد تعتبر يعني مش قياسي، ولا في امريكا ولا في اليابان ولا في اوروبا ولا في اي حته توجد اكاديميه جداً. فيها قاعده، واكثر من حوالي 18 او 20 اكاديميه بترعاها بنفس الجوده وبنفس الاداء لكل اكاديميه من خلال لوائح النادي الاهلي واضحه. كل اكاديميه لازم تشتغل وتعمل من نفس لوائح الاكاديميات الثانيه اللي هي النادي الاهلي عامل لائحه مهمه جدا. الحاجات الثانيه، المشكله الكبيره دلوقتي عندنا تثقيف وتطوير المدربين، دي من اهم النقاط اللي احنا دلوقتي هنشتغل فيها من هنا ورايح لحد اخر السنه باذن الله. مش هيروح احسن منها كابتن، حضرتك قعدت فترات طويله في الاتحاد الافريقي وبتحضر المدربين وبتدي دورات للمدربين، وكمان احنا كمدربين يعني كان اللي بيحصل على الشهاده كان المدربين الكابتن عبد المنعم شطه، الدكتور محمود سعد، رحمه الله على الدكتور مفتي، كان اللي بيحضروا في دورات الاتحاد الافريقي. هو الدورات دي يعني الدوره اللايسنس لا تخلق لاعب، لكن بتديك المجال عشان تمارس وتبقى كويس. ما فيش واحد في الدنيا بياخد الرخصه ويجي يكسب دوري عام مثلا او يكسب بطوله افريقيا. بتتدرج من خلال هذه الرخصه وتتعلم. مش ممكن واحد يقول لك اصل الرخصه دي ما فيهاش حاجه. لا طبعا، لكن الرخصه هي الوسيله الوحيده لانك تمارس هذا العمل بشكل قانوني من خلال علم، من خلال ممارسه، من خلال تجارب. فبالتالي انا بقول انه الحقيقه المدربين اغلبهم كويسين، لكن محتاجين لحاجه اسمها ابديتنج، حاجه اسمها ريفريشر. لازم كل فتره تعمل له تنشيط، تدي له مثلا دورات تدريبيه، تدي له مثلا ورش عمل مهمه جدا. يا طب هطلع بره الاكاديميات يعني لحظه كده يا كابتن شطه، وانت دخلت لنا في موضوع الشهادات وشهادات المدربين، وده موضوع كبير لكن في عجال. بتشوف دلوقتي والمدربين ما بتديرش المباريات وهي خارج الخطوط علشان ما حصلش على الشهاده، ولما بنشوف فرص المدربين المصريين لما بيخرجوا للخارج ما تقدرش تلاقيه يمسك نادي او يقف على الخط وتلاقيه يقعد في المدرج علشان ما عندوش الشهادات والدورات دي، ما حصلش عليه. ما فيش ده يا اسامه، ده خرجني من الاكاديميات. لا ده انا اتكلم على اكاديميات باستفاضه، بس ده موضوع، بس انت اللي خدتنا في الحته دي. ده موضوع مهم جدا، موضوع انا لو اتكلمت عنه الناس كتير هتزعل. انا لما كنت في الاتحاد الافريقي ال 20 سنه اللي قضيتها دي، مصر اكثر دوله افريقيه عملت رخص. اقول لك العدد 7800 مدرب من سي لي بي لاي، خلي بالك. ومصر اول دوله هي والمغرب وتونس والجزائر عملوا الرخصه ايه، واول اربع خمس صنفار من مصر هنا عملوا البرو، البرو انستراكتور للمحاضرين، انا وكابتن شوقي ومحمود سعد وكابتن فتحي نصير، احنا الاربعه عندنا حاجه اسمها برو لايسنس ايدوكيتور، يعني احنا بنعلم البرو لايسنس. فالمصري كانت ماشيه كويس جدا، لكن الفتره اللي فاتت دي ايه التراجع اللي حصل ده؟ التراجع اللي حصل بمجرد ما حصلت اللجنه المؤقته اللي مسكت ما كانتش حريصه، ما اهتمتش بانها تكمل دورات تدريبيه، لسبب كان عندها فلسفه الحقيقه من ايام فينجادا. وانا مش عايز اخش في الموضوع ده لان الموضوع ده حقيقه يعني كانت فيه شويه سلبيات كبيره جدا. فينجادا كلمته قلت له مستر فينجادا، انت مهمتك الكبيره، عندنا مدربين كتير قوي دلوقتي اكتر من 4-5,000 مدرب عايزين يحصلوا على رخصه سي. ما عندهمش رخص، عندهم الاساسيه، والاتحاد الافريقي لا يعترف بالاساسيه حقيقة، ولا الاتحاد الاوروبي بيعترف بالاساسيه. ولما مدرب يسافر بره بيعاني حتى مع الرخص بتاعت اسيا، حتى رخص اسيا والرخص الافريقيه عملنا حاجه اسمها معادله. دلوقتي كل المدربين الافارقه في اسيا بيعملوا معادله. انا بقول الكلام ده يعني لان انا قعدت مع الاتحاد الاسيوي والاتحاد الافريقي، لكن
انا يعني بوجه الحقيقه للدكتور جمال محمد علي. هو اللي متولي الامر، هو اللي متولي الموضوع ده. قعدنا مع بعض وجبنا بقى الناس كلها وقعدوا وعمل بقى عمل دوره محاضرين عشان نبدا الرخصه. ما بداتش لحد دلوقتي ليه؟ يعني انا في الفتره دي عايز اعمل 4-5 رخص. مصر فيها 7000 مدرب عايزين ياخدوا رخص. لو انت قعدت تشتغل 10 سنين مش هتخلصهم، فلازم يكون عندك برنامج ماشي عليه. فبالتالي المدرب اللي ما عندوش رخصه عشان ما بيشتغلش، كل المدربين الكبار اللي عندك في مصر عندهم الايه؟ معلش الموضوع ده مهم يا كابتن شطه، وانا هفتح للاكاديميات النهارده مساحه كبير، وانت النهارده محضر لنا شغل كبير جدا، وهيكون فيه مفاجات لجمهور النادي الاهلي من الامارات ومن كل الدول العربيه. لكن هرجع لكاس العالم ونشوف وليد الركراكي المدرب المغربي، وهو الوحيد اللي كان متواجد في الدوره اللي نظمها الاتحاد الافريقي بالتنظيم مع الاتحاد الدولي اللي كانت في المغرب الاخيره. في مصر ما عندكش ولا مدرب مصري كان في الدوره دي. الدوره دي انا كان الوحيد المتواجد اللي كان بيمر النادي الاهلي وقتها كان بيتسو موسيماني، لكن كمدرب مصري وانت بتتكلم على تطوير الكره المصريه ما كانش عندك مدرب. بص يا كابتن اسامه، الدوره دي انا اللي عاملها من 4 سنين، لكن عشان ننفذها اخترنا من كل الدول الافريقيه افضل المدربين. جبني من السنغال افضل المدربين، جبني من جنوب افريقيا اللي حضرها كابتن حسن شحاته، حضرها كابتن حسن شحاته حضرها. ده اول ما بداتوها. ما هي ما بداناها، بقول لك دي تكمله ليها. دي وبعدين الفيفا ما بتتدخلش في الرخص. مش الفيفا اللي ادت البرو، البرو دي بتاعت الاتحاد الافريقي. لكن هي بيتسو موسيماني والركراجي والمجموعه المغربيه دول عملوا البرو لايسنس قبل اي دوله في افريقيا. ليه؟ لانه الاتحاد المغربي حريص جدا على انه يطور اداء المدربين. احنا كنا عايزين نعمل كده في الاتحاد المصري من 3-4 سنين، لكن للاسف الشديد كانت في لجان مؤقته، وكانت في لجنه ما اعرفش لجنه ايكولايزنج كوميتي، وما قدرناش نعمل الحاجات دي في وجودي انا كنت موجود. لكن انا بقول هلك اهو، احنا الاتحاد الافريقي بدا البرو لايسنس. مصر لازم تقدم بكره دي في الاتحاد الافريقي تعمل برو لايسنس للمدربين الكبار اللي عندنا. مش عايز اذكر اسمائهم، كلهم موجودين في الساحه دلوقتي. لانه بعد كده السنه الجايه اي مدرب ما عندوش برو لايسنس مش ايه طبعا. مش ايه برو لايسنس. وبالتالي انا بقول احنا محتاجين لبرنامج سريع جدا يا كابتن جمال محمد علي. انا بقولها لك اهو، سرع موضوع الرخص عشان المدرب المصري ما يقعدش بره في المدرجات وشكله وحش. احنا اول دوله عملت رخص مع الاتحاد المغربي والاتحاد الجزائري والتونسي والمصري الحقيقه. وده من هنا البدايه، ان احنا لو عايزين نطور ونروح كاس عالم زي ما بنهتم بالدوري وزي ما بنهتم باللاعبين، ايضا المدرب عليه عامل كبير. وشفنا وليد الركراكي، عايزين نشوف مدربين مصريين ايضا لمنتخبنا الوطني. نروح بقى للاكاديميات بقى. طيب حضرتك بتقول لي ما شاء الله عندنا اكبر قاعده موجوده في افريقيا وفي الوطن العربي، ممكن تكون في العالم 10,000 لاعب، ما يقرب من 10,000 لاعب في اكاديميات النادي الاهلي. قاعده كبيره. النهارده الاعداد الكبيره دي يا كابتن شطه بتصدر بقى لقطاع الناشئين، ما هي خطوات الاكاديميات وبعد كده قطاع الناشئين. هي الاكاديميات دي بتشتغل وبتدرب، وكل ما تيجي فتره من الفترات انك بتطلع لعيب كويس، اول حاجه لازم القطاع هو اللي يشوفه. تمام. بعد كده اللاعب ده لو ما وفقش انه يخش في القطاع، انت بتفرح كمان لانديات مصر كلها. ليه؟ لانه انا السنه دي اخرها يعني السنه اللي فاتت، يعني اول السنه دي خرجوا من عندي اكثر من 150 لاعب في كل الانديه الاخرى. ما شاء الله. انا عندي في المقاولين، وعندي في الانبي، وعندي كل اللعيبه دي راحت من الشرقيه من ابو كبير، وراحت من المنصوره، وراحت من دمياط، وراحت. انا ما قدرتش اخد العدد ده كله. طبعا القطاع عندي خده بتاع 20 او 40 او 60 القطاع بينتقي الافضل، وبعد كده اللعيبه بتروح لانديه اخرى. واحنا ما نقدرش نمنعها، لانه دي سياسه اسمها سياسه تطوير. بتطور اللاعبين. فانا بقول دلوقتي السنه دي الحقيقه ربنا كرمنا ووفقنا مع قطاع الناشئين حياة كابتن خالد بيبو، ادانا مساحه نأي فيها بعض اللاعبين كويس. الاكاديميه نلعب بها دوري منطقه القاهره اهلي به. دي من اهم الحاجات اللي احنا توفقنا فيها. فرصه للمواهب الموجوده بقى. عندنا 3 مراحل سنيه، 2010 حلو. 2011 2012 2013 ما لقيناش مساحه في القطاع يسجل لنا، لكن هنلعب بها دوري اسمه دوري اكاديميه النادي الاهلي لكل الاكاديميات اللي موجوده. ده الدوري زي دوري داخلي بين الاكاديميات كلها. بس اكاديميات خارج اكاديميه النادي الاهلي. النادي الاهلي هيلعب بمنتخبات وباقي الاكاديميات اللي هي 40 اكاديميه هتشترك معانا في هذه في اجازه النصف العام ان شاء الله. انا شايف الصور معروضه دلوقتي يا كابتن شطه، يا ريت تكبروا لنا الصوره اللي عند اكاديميات النادي الاهلي لكره القدم. اول حاجه الملاعب، اهتمام كبير بالملعب اللي موجود للناشئ الصغير، الزي الموحد على اعلى مستوى،
الادوات كمان، الكور، كل الادوات يعني النهارده. لا ده اكاديميات على اعلى مستوى. شوف كمان الاكاديميات دي يا كابتن اسامه، الاكاديميات دي في الامارات. عندنا يعني خمس اكاديميات في الامارات، النادي الاهلي، النادي الاهلي اوفيشال، حاجه رسميه بتعاقد مع النادي الاهلي عن طريق الاستاذ احمد، تحت رعايه النادي الاهلي. والاستاذ احمد الشريف المسؤول عن هذه الاكاديميات، يعني الرجل الرياضي اللي هو الحقيقه من اهم الرياضيين اللي موجودين. دعوه بقى لكل المصريين وخاصه الاهلاويه المقيمين في الامارات، دي اكاديميات النادي الاهلي في الامارات، واحنا بنتكلم في قناه الاهلي، فرصه بقى لابنه بيحب النادي الاهلي وشايف فيه موهبه كبيره او حتى بيمارس رياضه، فرصه شايفين المستوى والرقي والادوات والنظام، وشاف حتى وقفه اللعيبه. والله حتى المدربين اللي موجودين هناك اغلبهم مصريين. خلي بالك كويس. والمسؤول الحقيقه المدير الفني كابتن محمد السيد، لاعب النادي الاهلي السابق طبعا، وهو المسؤول الفني والمسؤول الاداري الاستاذ محمد السيد، الحقيقه اخ مصري برضه عنده خبرات كبيره جدا في المجال ده. والان عندنا اكاديميه في ابو ظبي وفي دبي وفي الشارقه وفي العجمان، يعني خمس ست اكاديميات موجوده في الامارات. بنقول للناس هناك دي اكاديميات النادي الاهلي مش اكاديميات اخرى، لكن النادي الاهلي هو اللي بيشرف عليها من خلال الحقيقه يعني برنامج معمول للمدربين. وانا حقيقه بحيي كل القائمين على هذه الاكاديميات في هذا الحقيقه البنيه التحتيه اللي انت شايفها دي، حاجه رائعه صراحه الحقيقه. وان شاء الله باذن الله عندنا اكثر من فرصه نتعاون معاهم، يحصل تبادل بين اللاعبين او المدربين بين الامارات وبين النادي الاهلي في مصر ان شاء الله. الصور واللقطات اللي احنا شايفينها، وشايف تواجد الكابتن عبد المنعم شطه بنفسه متواجد في الملعب، يعني بيتابع المدربين بيتابع اللاعبين، يعني وجودك في كل الفروع مهمه يا كابتن شطه، انك حريص انك تكون متواجد في كل لحظه بلحظه مع المدربين ومع اللعيبه. والله هي دي اهم حاجه، انك تشوف بس البرامج اللي بتتحط دي ماشيه صح ولا لا. ويعني شغل الاكاديميات شغل مش سهل، صعب جدا بصراحه طبعا، في ظل وجود لعيبه مميزه مع لعيبه غير مميزه، مع لعيبه يعني عايز تصنفها، ودي كل الحاجات دي الحقيقه بتخلينا نحس انه وجود المتابعه من خلال الاداره الفنيه تتابع شغل المدربين، من غير كده لا يحصل تطوير ابدا فيه. لسه مستمرين مع اكاديميات الاهلي يا كابتن شطه، اسمح لنا بس نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل عن اكاديميات النادي الاهلي وخاصه كمان اكاديميات النادي الاهلي في الامارات. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شطه شفنا صور ولقطات حلوه قوي من اكاديميه النادي الاهلي في الامارات، بتسافر بنفسك متواجد بنفسك دايما في كل الفروع. لما افتتحتوا هناك الخمس فروع ما شاء الله في الامارات، ودي يعني اسم النادي الاهلي كبير، كنت متواجد في نفسك منذ البدايه طبعا. والله الحقيقه انا كابتن محمود الخطيب بلغني انه في اكاديميه بتتعمل في الامارات، والحمد لله اتفقوا على كل الشروط بتاعتها مع الاستاذ احمد الشريف. هي الرجل ده عنده سي في قوي جدا، هو رئيس جمعيه الرياضيين وعضو لجنه الخبراء في المجلس الرياضي، وتدرج في مناصب وزير التربيه والتعليم، مشرف نشاط في اداره التربيه والتعليم قسم الرياضه، نائب رئيس اداره الرياضه والكشف، كل الانشطه الرياضيه عنده، وعنده كل هذه المنافذ هو بيختارها بدقه، وعنده كمان الرياضي للجميع على مستوى العالم، هو عضو في هذه اللجنه، يمكن نائب رئيس اللجنه. فهذا الرجل الحقيقه انا بحييه لسبب، قال لي انا مش عايز حاجه تكون ناقصه، عايز اخلي الاكاديميات دي اكاديميات تخدم القطاع المجتمعي، عايز اطلع لاعب سوي يكون عنده يعني رياضي صحي، يعني كل الحاجات دي الحقيقه كان حريص جدا عليها. وطبعا وفر هذه الملاعب في اماكن يعني الحقيقه مختلفه في كل المدارس اللي موجوده. انتوا عندكم مدربات كمان، دي اول مدربه عندنا من المغرب. من المغرب، نشوف من المغرب عندنا مدربات من المغرب. فهي حقيقه انا بحييها ليه، لان انا قعدت معاها، وهي كمان من حسن الحظ انها يعني برضو كانت لعيبه كره قدم نسائيه في المغرب. فانا برضو حييتها، واللي قلت لها انا اول مره اشوف صورك يا كابتن انت متواجد مع اللاعبين، اللعيبه الصغيرين دول طبعا انت عارف بيحبوا الواحد يكون دايما معاهم حقيقه، وده يعني جزء كبير جدا من الاداء اللعيبه الصغيره دي. طبعا اهم حاجه كيفيه الاعتناء بيها، فانا حقيقه بحيي الحقيقه الناس القائمين، كابتن محمد السيد المدير الفني لاعب النادي الاهلي السابق، شخصيه محترمه بيأدي عمله بشكل متميز، والحقيقه المسؤول الاداري عن كل هذه الاكاديميات الاستاذ محمد السيد برضه، يعني اسمه زي اسمه، يعني اسمين زي بعض، لكن واحد حقيقه مسؤول اداري بيقوم بكل الاعمال الاداريه من حيث الملابس ومن حيث التدريبات والمدربين والافرع المختلفه. خمس افرع موجودين في الامارات باسم اكاديميه النادي الاهلي. جميل. شايف الصوره حلوه، الزي الواحد، التواصل مع اولياء الامور، يعني لقطات دي اولياء الامور هنا مع اللعيبه،
حلو. اسم النادي الاهلي يا كابتن شطه، احنا عندنا كم اكاديميه دلوقتي؟ عندنا حوالي 20 اكاديميه. ما شاء الله الحمد لله والله. اسم النادي الاهلي كبير، بيسهل طبعا الدنيا. كل حد عايز يفتح دلوقتي في كل انحاء، يعني طنطا جت دلوقتي وعندنا في دمنهور وكل الحته الاماكن دي والصعيد كمان طلبوا مننا في كومومبو وطلبوا مننا في الجونه. يعني الحقيقه النادي الاهلي يعني بامانه مطلقه اسم النادي الاهلي وتاريخه وشكله المجتمعي بيسهل المهمه، بيخلي الناس كلها عايزه بقى تلتحق بهذا المكان، بيشرفها تبقى موجوده فيه. كفايه اللوجو بتاع النادي الاهلي طبعا يكون موجود. يعني الحقيقه دي حاجات مهمه جدا انا بقولها، لان انا حاسس قيمه النادي الاهلي. ولما تجيب سيره النادي الاهلي تشوف قد ايه الناس عامل جو وروح حلوه كابتن شطه بتواجدك في الملعب مع اللعيبه مع المدربين. والله انا طبعا الحمد لله رحت هناك لقيت الوضع كويس جدا، وشكرت الحقيقه المسؤولين، واتمنى ان الحقيقه الاكاديميات دي تتوسع في كل انحاء الدول العربيه. يعني عندنا قطر كمان، في قطر دلوقتي برضه حابين يفتحوا خلاص ان شاء الله على اول شهر 3 أو 4، وعندنا في الكويت واحده برضه تقدمه من يومين 3، وان شاء الله في الاردن كمان، ونحاول نتوسع يا نادي الاهلي في كل حته. نادي الاهلي ده نادي كبير، الناس كلها عايزه ده، كلها نفسها تبقى عندها يعني اكاديميات باسم هذا النادي حقيقه. يعني انا شايف من ضمن اهداف الاكاديميات زي ما احنا اتكلمنا انه هدف من ضمن قاعده كبيره، واللعيبه بتلعب في النادي الاهلي وفي انديه اخرى، برضو بيفتح المجال لابناء النادي الاهلي كمدربين او اداريين ان يشتغلوا في الاكاديميات، ده بيدي مساحه كبيره وفرصه كبيره. والله الحقيقه دلوقتي بامانه عندنا اكثر من 120 او 140 مدرب ما شاء الله، والله عدد كبير وعندنا في الامارات اقل من 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 24 مدرب في الامارات. فانا الحقيقه بقول يعني ده كان دوره تدريبيه عملتها للمدربين عشان المدربين، بس اديتهم حاجات برامج من الفيفا وبرامج بتاعت المراحل السنيه المختلفه. فيعني انا كنت قاعد معاهم الحقيقه وقعدنا مع بعض عملنا ورك شوب كده، حاجه كده زي ما تقول ورشه عمل. فاتمنى ان الحاجات دي برضو يستفيد منها المدربين وكده. دي حاجات مهمه جدا يا كابتن اسامه، بتخلي الحقيقه الواقعيه في ادائك مع الاكاديميه. كابتن محمد السيد لابس كاب. وده محمد السيد الاهلي السابق. ابيض ابيض. ايوه لاعب جنب. كان لعيب كويس قوي طبعا، انت عارف مثلا الاهلي والزمالك 85-3-2 طبعا الاهلي فاز بالناشئين. وهو جاب جول. ايوه طبعا يعني الحقيقه مجموعه كويسه جدا من المدربين، كلهم عندهم خبرات وعندهم رخص افريقيه واسيويه. يعني الحمد لله واهالين تاهيل عالي جدا. فانا بحييهم وبشكرهم على ادائهم ده، وان شاء الله من خلال هذا البرنامج انه الناس تعرف انه الاكاديميات دي اكاديميات بيشرف عليها النادي الاهلي من خلال لجانه الفنيه، من خلال متابعته، من خلال يعني اي حاجه يحتاجوا لها ان شاء الله بنلبي لهم طلباتهم. هرجع اقول لك برضه يا كابتن شطه، ما شاء الله واحنا موجودين في الامارات والاهلي في الكويت اكادمياته، وهيبقى متواجد في قطر قريب وفي الاردن وفي كل محافظات مصر. امتى ممكن يكون الاهلي بقى في افريقيا؟ في غانا، في نيجيريا، خاصة لما تتكلم في غانا عندنا احمد فيليكس كان واحد من لاعبي الاهلي السابقين. طبعاً عندنا في انجولا جيلبرتو وفلافيو. يعني ممكن نستغل شعبية الاهلي في افريقيا، وانت راجل برضه اشتغلت في الاتحاد الافريقي سنين، الخطوة دي ممكن كابتن شطة يعملها امتى؟ والله انا كنت هعملها من سنتين، بس الحقيقة توقفنا عند حاجة معينة، هل نخلي الاكاديميات دي اكاديميات تطلع لعيبه ولا نعملها باسم النادي الاهلي برضو زي الاكاديميات اللي هنا تبقى مدفوعه الاجر، ولا احنا اللي نصرف عليها نطلع لعيبه؟ لسه الاليه يعني في الاليه، بس اهم حاجه انا عايز اطلع من خلالها لعيبه للنادي الاهلي وللانديه عشان يبقى كاستثمار برضو ليك انت كويس. نجيب لعيبه، نجيب نشوف اي اليه معينه من خلالها نحاول نجيب لعيبه مميز عندهم صغار السن، بحيث ان دلوقتي الاتحاد المصري سمح لي ان انا اعيد 2 أو 3 لعيبه تحت السن اجانب، ودي حاجه بتخليني طبعاً بعد كده طبعا يعني نفكر في الموضوع ده. فلازم نفكر فيه ان شاء الله من خلال لجنه التخطيط وشركه الكوره باذن الله، نحاول نعمل حاجه كويسه باذن الله. طيب هروح لفاصل سريع ونرجع بقى نتكلم عن دوري الاكاديميات، بتنظم دوري داخلي دلوقتي، وايضا كمان الاهلي مشترك اهلي به، بنقول اهلي به في بطوله دوري منطقه القاهره. نطلع نتكلم عن الدوريات دي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الصور واللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي من اكاديميات النادي الاهلي في الامارات. ما شاء الله النادي الاهلي بيمتلك دلوقتي 5 اكاديميات في الامارات. دي دلوقتي يعني بشرى لكل عشاق النادي الاهلي والاهلاويه والمصريين اللي بيقيموا في دوله الامارات. لو حابب تشترك في الاهلي وتنضم لعائله الاهلي، اكاديميات النادي الاهلي موجوده دلوقتي في الامارات. كابتن شطه، الفتره القادمه هتنظم دوري الاكاديميات،
بمشاركه اكاديميات اخرى تكون في النادي الاهلي البطوله، وايضا مشترك برضه بالمواهب اللي داخل الاكاديميات بالاهلي به في بطوله منطقه القاهره. هو ده طبعا السنه اللي فاتت حاولنا نخش في الموضوع ده، لكن منطقه القاهره ما ادتناش مجال نخش باهلي بيه. قالت يا تخش اهلي الف مع اهلي الف يا، فقلنا لا في صعوبه شديده جدا السنه دي، سمحوا لنا بالاهلي بيه. فاضطرينا نستاذن الحقيقه قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو مشكورا، ادانا مساحه بتاع من 10 15 ل 20 لاعب نقدر نلاقيهم في المراحل السنيه من 10 11 12 كويس. والحمد لله قدرنا دلوقتي بامانه لعبنا خمس ست مباريات، يعني مش عايز اقول لك النتائج مبهره، مش عايز اذكرها يعني عشان مش متذكرها، لكن مثلا تعادل مره او خسرنا مره، لكن جميع المباريات 15 مباراه اللي لعبناها احتكاك كويس للولاد، احتكاك المستوى بتاع العيال بان، بدا يظهر بشكل متميز، اللعيب نفسه بيطور نفسه مع كل مباراه، وانت ادرى واحد لما كنت بتلعب كل ما تلعب مباريات اكثر كل ما مستواك بيزيد، وكل ما كمان بتتفتح للامور كثيره جدا. فانا بعتقد انه هذه البطوله اللي احنا شغالين فيها دي ثلاث مراحل سنيه الحقيقه ايدنا فيها عدد أكثر من 60 لاعب في قطاع الناشئين. فأنا الحقيقة بقول إنه الدوري ده كان يعني من أهم الحاجات اللي إحنا كنا بندور عليها، ودي هتخلق لنا جو كويس جدا في المستقبل إننا نأيد لاعبين كويس في القطاع الناشئين، بحيث إنه قطاع الناشئين ما يبقاش عنده مشكلة. ده فرع الأهلي في الغردقة، وكنا معاك في الافتتاح، وكاميرا الأشمال كنا موجودين معاك في الافتتاح برضه نفس الشكل في يعني محافظة البحر الأحمر، الملعب اولياء الامور اسم النادي الاهلي في الغردقه، برضو بتقيم دوره دلوقتي في شهر فبراير او في يناير، في يناير في يناير هتكون في الغردقه برضو في مهرجان في الغردقه، هيكون لكل اكاديميات النادي الاهلي ال20 حلو، هنتجمع كلنا هناك، اولياء الامور ان شاء الله يدبروا امورهم ويروحوا هناك، نقعد هناك نعمل يومين ثلاثه تلعب كل المراحل السنيه. فريق الاعداد هنا في الاشبال بيقولوا لي احنا موجودين مع كابتن شطه في الغردقه، طبعا ده الغردقه دي لازم على الهواء، في ودني احنا موجودين مع كابتن شطه في الغردقه قول لهم علشان نصور وننقل كل الكلام ده. الغردقه ترحب بيكم. بص هذه الاكاديميه نادي سينزو ده من الانديه الكبيره جدا الحقيقه، وانا بحيي الحقيقه القائمين عليه الحقيقه الاستاذ ابراهيم ابو عشره المسؤول عن هذا المكان، يعني الحقيقه خلق مكان رياضي بشكل مميز، وشايف الحقيقه الملاعب والمدرج، انا بحيي الحقيقه الاستاذ ابراهيم، وان شاء الله في خلال هذه الفتره اللي هنعمل فيها المهرجان هتكون هناك في ردود افعال كبيره جدا للمهرجان في الغردقه. وانا بقول انه هذا المهرجان هو برضه ريكريشن او حاجه كده وللامر وللعيب انه يخرج من مجال المذاكره والتمارين النمطيه، يروح هناك يشوف حاجه جميله كويس، يشوف جو كويس. انا شايف نجوم الاهلي كابتن فوزي سكوتي، كابتن محمود صالح، مين برضو الناس اللي يعني فريق العمل مع كابتن شاطر؟ والله الحقيقه انا معايا مجموعه عمل الحقيقه بحييهم كلهم زملائي، الكابتن اكرامي، الكابتن محمود صالح ربنا يشفيه الحمد لله بقى كويس، مع الكابتن فوزي سكوتي، مع الكابتن ياسر ريان، مع الكابتن احمد عباي طبعا، يعني يعني بنعتبره هو الجود فازر او الاب الروحي للاكاديميه من يوم ما انشئت طبعا، فيعني بنحييه برضو. وهي معايا مجموعه كويسه جدا، بنحاول دايما نكون موجودين، وانا بشكر لجنه التخطيط الحقيقه كابتن محمود الخطيب وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف وكابتن حسام غالي، انهم دايما هي متواجدين معانا في هذا الاطار في عمل الاكاديميه وتطورها. هي بحيي الغردقه وبحيي كل الناس اللي موجودين. انا شايف حرص كمان النظام، الزي الموحد، الزي الموحد للاعبين والمدربين، اماكن تواجد اولياء الامور، يعني في نظام، في شكل، في صوره حلوه. جزء من التربيه، جزء من العمل اللي هو يعني الاكاديميات دي شغلها مش كره قدم بس، فيها نوع تربيه، فيها سلوكيات، في احترام للعمل بتاعه، المدربين نفسهم يحسوا بيعاملوا الابن الولد اللاعب كانه ابنه، ما يجيش بقى يقعد يزعق له ويقول له انت مش عارف، لا لازم الناحيه التربويه دي برضو مهمه جدا في عمل الاكاديميات عموما. يعني فرصه كابتن شطه وحضرتك موجود معانا، يعني برضو عايز اتكلم عن النادي الاهلي بكره. النادي الاهلي بكره عندنا مباراه مهمه مع سيراميكا كليوباترا، مباراه مهمه في بطوله الدوري، لسه مازال النادي الاهلي على صداره الدوري. الناس ممكن تبقى زعلانه شويه من الاداء، التعادل نتيجه الماتش الماضي، ولسه مازال النادي الاهلي على الصداره. كلمه منك برضو، انت يعني نجم كبير وليك خبرات كبيره ومريت بظروف كتير، تواجد في النادي الاهلي بقالك سنين طويلة، رسالة منك للاعبي النادي الاهلي. هي انا يعني بقول النادي الاهلي احنا ما عندناش مشكلة حتى هذه اللحظة كون يحصل اخفاق في مباراة او مباراتين،
لكن احنا محتاجين لحاجة واحدة بس. أيوة. ان احنا لازم بكرة نصالح الجماهير، دي نمرة واحد. الجماهير دي هي الدافع بتاعنا. الجماهير دي هي اللي بتخليني انا ان انا اتواجد في القمة دايما. انا لازم اكون حريص برضو على مشاعر الجماهير. الحاجة المهمة جدا للاعب انه يعرف انه ممكن يكون هناك اخفاق، لكن النادي الاهلي طول عمره لما يكون عنده شوية اخفاقات بيهب ويصعد الى القمه مره اخرى. من ناحيه رد الفعل لازم يكون اقوى من اللي حصل. النادي الاهلي محتاج انه اللعيبه دي كلها تقول للناس احنا مرينا بكوبه بسيطه، احنا موجودين، احنا ما زلنا النادي الاهلي. ان شاء الله بكره هنوقف على رجلنا ونعيد تاني النادي الاهلي في الصداره بشكل اقوى، ونحاول ان شاء الله نحقق عشان بطوله كاس العالم للانديه المره دي باذن الله. مش عايزين نطلع الثالث المره دي، عايزين نطلع على الاقل في السيمي فاينل او في الفاينل ان شاء الله لو ربنا كرمنا. طبعا كل ده بمجهودكم انتوا، بروحكم انتوا، بروح الفنيه اللي بتاعتنا الحمراء. نادي الاهلي نادي كبير، لازم نكون حريصين جدا على اننا نشيل العلم. كل واحد يستلم العلم من اللي قبليه. احنا استلمناه، انا مش عايز اقول لك احنا استلمناه من كابتن حسن حمدي، وبعد كده سلمناه لاسامه حسني، واسامه حسني سلمه مثلا على ابو تريكه، وابو تريكه سلمه لكذا، لحد ما وصل دلوقتي للشناوي. الحاجات دي كلها يا جماعه عباره عن روح موجودة في النادي الأهلي بنقاتل كلنا من أجلها. أتمنى لكم التوفيق بكرة، وأنتم قادرين على أن تعيدوا كل الأمور اللي نصابها، ودي كبوة بسيطة جدا أرجو أن لا تؤثر في الجمهور أو لا تؤثر كمان في اللعيبة. هو دايما زي ما احنا متعودين الجمهور هو الداعم وهو الأساس، والحمد لله ما زال الآن النادي الأهلي متصدر بطولة الدوري في مخاوف من الأداء خاصة المباراة السابقة، لكن اللعيبة لازم يكون ردة الفعل بكرة في الاداء وفي الروح وفي القتال في الملعب، والنتيجه اكيد بتاعت ربنا. اخيرا يا كابتن شطه، عشان وقتنا، شايف برضو في ظل زعل الجمهور وعندنا مباراه مهمه بكره، لكن النادي الاهلي دايما بيكتب التاريخ. ثالث مره على التوالي هتكون متواجد في كاس العالم للانديه، والمره الثامنه في تاريخك، انجاز يعني ما وصلوش حد في مصر ولا افريقيا ولا في العالم حتى. ده ريكورد ما حصلش انه النادي الاهلي يشارك بهذه الاحصائيات اللي انت ذكرتها. النادي الاهلي فخر لكل اهلاوي ومصري وعربي وافريقي انه يحصل على هذه الامتيازات الحقيقه الغير مسبوقه في العالم كله. ما حصلتش ولا فلامينجو ولا مانشستر ولا برشلونه ولا ريال مدريد. احنا النادي الاهلي اصبح الان في صداره هذه البطوله الحقيقه، بطوله كاس العالم للانديه. اتمنى انه الناس كلها تعرف كويس قوي ان النادي الاهلي ما وصلش كده من فراغ. تاريخ كبير، ادارات متعاقبه ناجحه، كل الناس بتعمل من اجل النادي الاهلي، كل واحد عنده حرص شديد جدا على انه يعني يكون دائما النادي الاهلي ده بالنسبه له هو الاساس. عشان كده اللعيبه دي لازم تفخر انها في لعيبه تكون في لعيبه من اللعيبه دي هتكون اشتركت في ثلاث بطولات. أنا تقريبا شناوي منهم على الاقل ثلاث بطولات في كاس عالم الانديه. دي حاجه للعيبه، تاريخ ليهم يكتب في التاريخ. وانا اتمنى انه النادي الاهلي الحقيقه يحقق في هذه البطوله يعني نتائج مبهره ان شاء الله، ومهما كانت الظروف النادي الاهلي حقق تاريخ ليه وانجاز لم يحدث من قبل وقد لا يحدث ان شاء الله. بشكرك يا كابتن شطه، شكرا جزيلا، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، وبنشكرك كمان وبنهنيك على الاداء الاكثر من رائع في اكاديميه النادي الاهلي. الله يخليك، شكرا يا اسامه، شكرا. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيف الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي. ورسالتي للاعبي النادي الاهلي بكره لازم يبقى لينا رده فعل قويه، جمهور النادي الاهلي دايما بيستنى الروح والقتال، وهو ده اللي بيميز دايما النادي الاهلي طوال تاريخه. وبطمن جمهور النادي الاهلي ما تخافوش على النادي الاهلي، طول ما الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي عاش وتربى وتقلد كل المناصب عمره ما دايما ما يفرط في حقوق النادي الاهلي، ودايما بقول لحضراتكم اطمنوا ان شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة النادي الاهلي سيعلن عن صفقاته وتدعيماته الشتوية ان شاء الله باذن الله خلال الايام القليلة القادمة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بكده وصلنا لنهاية حلقتنا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله على الف خير وحلقة جديدة من الاشبال الاسبوع القادم.